كيف يخرب رجيمي وهدوم الضيق علي وهدوم الضيق علي حتى لا يكبر كرشي قررت اركض يوميا قررت اركض يوميا اركض خمس دقايق وارجع للبيت بكية اني ارجع للبيت بكية شو سمناني يقولولي شوفون صاير بي شوفون صاير بي اصلا نعزر نص كيلو شنو مبين علي شنو مبين علي وقررت اضعف من باكر بس هاي اخر صيني العصر والمغرب اكلت الشي بشويه اكلت الشي بشويه خايف يخرب رجيمي وهدوم الضيق علي وهدوم الضيق علي حتى لا يكبر كرشي قررت اركض يوميا قررت اركض يوميا اركض خمس دقايق وارجع للبيت بكيه اني ارجع للبيت بكيه شو سمناني يقولولي شوفون صاير بي شوفون صاير بي اصلا نعزل نص كيلو شنو مبين علي شنو مبين علي وقررت اضعف من باكر بس هاي اخر صينيه بين العصر والمغرب اكلت الشي بشويه اكلت الشي بشويه خايف يخرب رجيمي وهدوم الضيق علي وهدوم الضيق علي حتى لا يكبر كرشي قررت اركض يوميا قررت اركض يوميا اركض خمس دقايق وارجع للبيت بكيه اني ارجع للبيت بكيه شو سمناني يقولولي شوفون صاير بي شوفون صاير بي اصلا نعزل نص كيلو شنو مبين علي شنو مبين علي وقررت اضعف من باكر بس هاي اخر صينيه بين العصر والمغرب اكلت الشي بشويه اكلت الشي بشويه خايف يخرب رجيمي وهدوم